يعني بيحتاجوا كل شيء. أنا قايمة في هون، أنا يعني طلقت وترميت هذول الأولاد ربيتهم أنا. يحتاجوا كل شيء الله خلقه. أبوي وأمي ماتوا ورجعت أمهم وأبوهم ماتوا كمان، وهن محتاجين كل شيء مثل لبس، مثل يعني بيطلبوا مني أي هيك كل شيء، بس أنا ما فيني أجيب لهم لأني أنا حرمي، وأنتم بتعرفوا على أرملي ما في بيدا شيء. بتمنى يعني إيش من يطلبوا مني إني ألبي لهم يعني. بريد يعني كيف، لأن أنا تيتمت وهن تيتموا كمان من الأب والأم، يعني أنا ضقت هالحالي. وإن شاء الله اللي بيتساعدنا وفي خير الله يجزي الخير. نحن تعبنا السوريين كثير، وهن الأطفال ما بيعرفوا شو يعني الأم والأب واللي يتيتم. وأنا إن شاء الله على قد حملي فيني ساعدهم وربيهم، بس أنا برقد بالفعل مشان بس ربيهم. شو بتشتغلي حتى تعيليهم؟ بشتغل كل شيء الله خلقه بالفعل. ذكرت بالفعل 5 ساعات بألف ليرة. ايش بتشتغلي بالفعل يعني؟ عشب مثل هالفعالي بالارض يعني زراعة. ايش قد مدخولك مثلا؟ ايش قد بيدخلك؟ ايش قد يعني بينقصك شيء بالنسبة لهم يعني كمصروف؟ كثير. ايش من بيطلبوا مني ما بقدر ربي لهم يعني، لأن أنا حرمي، والحرمي من دون زلمة ما بقدر. وهدول الاولاد حرام الواحد ينغصهم. ايش من طلبوا مني انا ما معي، بس انا يطلبوا منك كيس بطاطا ما انا ما فيني لبي لهم اياه. وانا مثلي مثلهم يتيم من اب وام. احنا السوريين ضقنا كثير عذاب وتيتمنا، ما ربي رزقنا الاولاد من انا العرب اولادي ما اقدر اشوفهم. بالشول بخاف عليه مثل ما انا خايفة على اخواتي. قول يا ربي معقول انه يضل ولد لساعة واحدة بالشول يسرح؟ عم بتربيه خالد ومرت ابوه. انا هذا هيجي وانا عم بدي احمي العجان مثل ما ببدي على اولادي. ابني بالشول بيضل الواحد يسرح؟ انت حط على حالك تقرصه حي بالشول عم تربيه خالد ومرت ابوه. الخالي ما بصير ام، بس انا بدي ربي هذولي مثل اولادي.